الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إله
رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي سبحان الله العلي يا الله 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 يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صلاتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك ذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وملائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال المرزوقين وللحرام المعصومين وفي الجنان المنعمين وعن النيران مبارك
وعيد وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي نجر المتمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في شهر الحلاة ولا عند الممات ولا قبل ولا بعد كيدا ولا سبيلا. وألبسنا اللهم على كراعتنا هذه وغيرها صوابا نزيلا وأجرا منك عظيما. وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا صوم قرانه وكبرنه وحللناه زيادة بشرف لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وإلى أرواح أهل كل والصحبة والقرابة والتابعين والتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم إلى أرواح أربعة أئمة مستهد المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين. ثم إلى أرواح كل وات الله المشارق الأرض ومغاربها برها وبهرها أينما كان. وكان الكائنون بعلمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. وإلى أرواح سادتنا أهل الملائكة الشبائك البكيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وبالخصوص إلى روح شيخنا زين بن عبد الغني برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح من قرأنا هاهنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهات ممن تعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضادهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم جميع برحمتك واسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحلة رضوانك ورد كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اذكر انكسارنا واحمل احتجارنا واختم بالصالحات وعملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راضينا. ولا تهينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا عن القراء وأجل آخرتك من الدنيا عند انتهاء أذننا. قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهينا عليها يا حي وميت عليها يا مميت. وابعثنا عليها من ينبعث وانفعنا وارفعنا بها يوم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين صلوات وسلام على اشرف النبي ورسول سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفيق ونزول وتشرف به القلوب وتنطلق بها الغصوب وتلين بها الصحف على اله وصحبه ومن الى منصب. اللهم اغفر لهم امة سيدنا محمد. اللهم ارحم امة سيدنا محمد. اللهم اصبر امة سيدنا محمد. اللهم استر امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا بالدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر وانا الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang berhormat Allah, demikianlah tadi rangkaian acara memperingati Prof. Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus memperingati haul Bapak Presiden yang ke-16 tahun 2014. Untuk menutup acara pada malam hari ini, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas keadaan Bapak Ibu dan mohon maaf jika dalam perayaan kami ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.